أكو بعض الناس قد يحمل على فئة معينة أن ذولا منحلين. يا سيدي، قد يكون سبب الانحلال إحنا نصنع، والمجتمع دائما يشوي الضحية ويشتمل الضحية. أنت هذا بدل ما تشتمه وفر للرغيف، لأن هذا إذا جاع جوع كافر، أنت مو شبعان ما يدري بالجوعان، هذا إذا جاع الجوع كافر، الجوع عامل مساعد على الانحلال، الجوع عامل مساعد على الملق، على فناء الشخصية. ولذلك يقول الحديث: ما ضرب الله عباده بشوط أوجع من الفقر. الفقر ما ضرب الله عباده بشوط أوجع منه، لأن الفقر عامل مساعد على النفاق، عامل مساعد على التحلل والرذيلة، عامل مساعد على المشاكل. فالفقر كاد أن يكون كفرا، كاد أن يكون كفرا. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarja.com، المرجع الإلكتروني، طريقك نحو المعرفة.